استاذ ميكل يركن الناس دائما في مصر الى القوات المسلحه في كل حقب التاريخ. دايما القوات المسلحه دي هي الملجا للمواطن المصري بالذات في الحقب الحديثه. يعني القوات المسلحه هي الملجا الطبيعي لكل الشعوب، كل الشعوب، لانه القوات المسلحه بتمثل ايه في الدوله؟ القوات المسلحه تمثل في النهايه السلطه عند قمتها، عندما ترغب السلطه الشرعيه او غير سلطه في اي بلد، عندما ترغب في ضبط اشياء ليس امامها في النهايه إيه؟ القوات المسلحه. وذلك باستمرار بيسموا القوات المسلحه هي سلطه الاجبار في الدوله، السلطه القائمه على حاجتين: سلطه قائمه على الدفاع عن الحدود عندما يصدر لها امر، وعلى الدفاع عن الوفاق الوطني اذا وجدت في حاله، اللي هو ممثل في الدستور، اذا وجدت في حاله تطالبها بانها تتدخل او تدعى الى التدخل. فهذا موجود ليس فقط في الشعب المصري ولكن في كل حته في الدنيا. هل دخول القوات المسلحه في السياسه شر عظيم كما يقولون لنا؟ يعني انا مش عايز اقول طبعا الافضل، ما فيش، عايز اقول ان القوى الوطنيه كلها انا لا ارى فيها شرا، في قوة موجوده لكي تؤدي مهمه معينه ومحدده وهي عند اللزوم تعملها، ومش عندي بس، في كل حته في الدنيا عندما تدلهم امور متعلقه بالامن الوطني او بالوفاق الاساسي المتمثل في احترام دستور، انت القوات المسلحه بداخل، لانه انت تبقى هنا رغبه في باستمرار المجتمعات عندها ان تبقى اولا من ان تهدد من الخارج او تنحل من الداخل. فانت عند اللزوم الشعوب تطلب قوه حافظه للامن وللسلام الوطني. فالدور الجيوش مرسوم، لكن هو ملجا اخير وليس مساله بسيطه تلجئ اليها تستعمل. هو اسيء الى فكره القوات المسلحه عندما استعملت القوات المسلحه في امريكا اللاتينيه بالتحديد في العصر الحديث، لما الشركات زي اليونايتد فروت وغيره الى اخره، وشركات النحاس في تشيلي واليونايتد فروت في نيكاراغوا، بدات تستخدم ضباط الجيش في طرد حكومات مدنيه لكي تسهل الاستيلاء على موارد طبيعيه موجوده سواء كانت صناعيه او زراعيه. فعايز اقول انه انت في مبدا استعمال القوات المسلحه، افتكري انه والثوره الفرنسويه على سبيل المثال، الثوره الوطنيه فاتت في ظرف، الثوره الفرنسيه فاتت في ظرف كان في عندنا بالطريقه دي زي الطريقه قريب منها، ثم انتهت الفوضى العارمة بأنه لقينا عسكري القوات المسلحة دخلت نابليون. ونابليون ما كانش سيء، بالعكس نابليون كان من أزهى عصور التنوير. وأنا يعني مش عايز، يعني أنت بتتكلمي من مش بس أزهى عصور، بتتكلمي على فكرة القانون حتى. يعني نابليون من أعظم منجزاته هو أنه ترك كود نابليون اللي هو واحد من أسس القانون الفرنسي، قوانين اللي خدناها العالم كله، كل العالم بيستند للقانون نابليون في اجزاء كتير جدا منه، لانه جاء بعد الثوره الفرنسيه فاستطاع تقنين النظام مع فكره التغيير والضبط الامور وربطها مع فكره التقدم والازدهار. ده الوقت اللي طلع مش بس فيك قد نابليون، ظهر في الاكاديميه كمان، الاكاديميه. فانت هنا ده انا مش شايف فيه، احنا عندنا باستمرار في، احنا مرات نحكم بحاجات بالانطباع. انا لا ارى انه المؤسسه الوطنيه خطر. هقول لك حاجه، بنتكلم مش بس نابليون، تعالي ديغول لما فرنسا بتتمزق والمستعمرات بتضيع، وتلاقي ضباط الجيش اللي في الجزائر بينوا ثوره تؤثر على المركز، ويجيب نابليون كبقى منقذ، بيجيب ديغول يبقى منقذ. عايز اقول انه في سوابق في انجلترا، انا هقول لك على واقع في انجلترا في قليلين يعرفوها، لكنها اي حد راجع الوثائق وراجع التاريخ لها مظبوط. ومعها هارد ويلسون، في يوم من الايام بدت عناصر في الام اي 5 وفي المخابرات العسكريه والمدنيه يحسوا انه في بعض تصرفات هارولد ويلسون، وهو مش صحيح، كان رئيس الوزراء، كان رئيس الوزراء عن حزب العمال، وهو ده اللي كنت بحكي لك احنا كنا ضيوفه ومع اسماعيل فهمي، بدوا يحسوا انه هارولد ويلسون هو كان
مسؤول عن التجارة مع الاتحاد السوفيتي في وقت الحرب وعن توصيل المساعدات، فقالوا ان هو من ذلك الوقت جند، ولانه في تصرفاته ما يدعو الامريكان بيشتكوا منه لانه كان سبقهم الى الوفاق. والمانيا افتكر المانيا سبقت كمان بادناور حتى من وقت النور لسياسه التقارب نحو الشرق، لان روسيا مساله لا يمكن اغفالها في اوروبا. فهارولد ويلسون بدا يعمل خطوات في اتجاه الوفاق مع الاتحاد السوفيتي، بدا بعض ضباط يقلقوا، ضباط المخابرات كلموا ضباط جيش، وضباط الجيش بدأوا يستعدوا لتغيير الوزارة بالقوة في انجلترا سنة 75. مش يعني زمان ومش بلد جمهورية موز، دي انجلترا ام الديمقراطية. وبعدين الناس اللي بيتكلموا وبيفكروا في تغيير وزارة ارادوا ان لا يكون هذا يبدو انقلابا على العرش، فراحوا كلموا قائد العام للقوات المسلحة في ذلك الوقت رئيس هيئة أركان حرب الإمبراطورية، تصادف أنه مونباتن، لورد مونباتن ابن عم الملكة. فراح كلم الملكة قال لها في كذا وكذا وكذا وكذا، والملكة ندهت رئيس الوزراء وقالت له أنا قلقانة من الموجود وأنه في تمرد، شبه تمرد في قوات الأمن. والنتيجة أن هارولد ويلسون استقال ولم يرفض أن يذكر أسباب معينة استقالته، وفضلنا كلنا في ذلك الوقت نضرب أخماسا في أسداس لماذا استقال رئيس الوزراء في إنجلترا من غير مبررات. ثم نكتشف بعدها ليتر أون، بعدها بسنين وبعد ما الوثائق بدأت تطلع والأخبار بدأت تتناثر، أنه تقريبا هذا كان شبه انقلاب بس بمسدس كاتم للصوت. فأنت عايز أقول أنه هي جنب بقى احط حاجه تانية، ان الجيوش اتغيرت عما كان زمان. الجيوش اللي كان زمان، وده برضو اثر الثوره الفرنسيه، قبل كده احنا عرفنا جيوش، لكن اي جيوش كنا بنتكلم على الجيش العسكريه البروسيه مثلا في وقت فريدريك الاكبر، هذه مش بس طبقه، هذه تقريبا مقاطعه تولد تخريج عسكريين براشا، ومنها ولحد النهاردة لا يزال هذه المقاطعة بشكل أو آخر مقاطعة محاربة، لأنها في حدود في منطقة حدود، ونشأ فيها أعظم جنرالات عهد القياصرة وعهد هتلر ولغاية النهاردة من بروسيا. أنت ما انتش قدام جيش محترف، ما انتش مؤسسات في العالم التالت. الحاجة الثانية أن الجيوش الوطنية النهاردة بعد الثورة الفرنسية لم تعد جيش الصفوة ولا جيش الإقطاع ولا جيش إمبراطور ولا جيش مقاطعة. أنت هذا جيش المواطنين، هذا ما هواش بعد الثورة الفرنسية لم يعد جيش للملك ولا الإمبراطور ولا الطبقة ولا المقاطعة، ولكنه أصبح جيش الشعب. جيش الشعب ما هواش طبقة منتقاة، ما هواش نبلاء وقياس. بتتكلمي على حاجة تانية خالص، بتتكلمي على جيوش بقت جزء من الحركة الوطنية. دعمها أيضا أنه ليس هناك مواطن في إنجلترا أو في أوروبا أو في أمريكا لم يقاتل في صفوف القوات المسلحة، مش المحترفين. وأيضا في مصر جيش الشعب يستدعيه الشعب عندما يريد. وعاوز أقول لك أنك أنت ما كانش عندك جيش قبل جيش الشعب. انت من ساعه ما طول التاريخ المصري احنا فقدنا الصله بالجيش، بفكره الجيش وفكره القوات المسلحه منذ انتهاء الدوله الفرعونيه. بعد كده توالت الامبراطوريات وتوالت الخلافات وتوالت السلطنات وكلها مش مصريه. والرومان لما كانوا موجودين كان عسكر الرومان، كان عسكر الاغريق، كان عسكر الخلاف، كان عسكر لما جينا بعسكر المماليك، لغاية ما جاء محمد علي. وحتى محمد علي في إنشاؤه للجيش أنشأ جيشا في مصر لكنه لم يكن مصريا. وممكن تقولي أن الجيش المصري بعد كده نما في عصر إسماعيل، بدأ في عصر إسماعيل يبان. بدأ أول ما بدأ تبنى الأمان الوطنية في عرابي، كان لأنه كان جيش فلاحين ملاك أراضي، شوية جماعة من اللي خدوا أراضي بشكل أو آخر. لكن أنت عندك وبعدين حل الجيش بعد كده، وبعد غزو السودان، بعد فتح السودان او بعد الحمله في السودان برئاسه كيتشنر، الجيش المصري الذي لم يكد يبدا حتى انتهى. ثم عادت معاهده سنه 36، وانا بدي هنا فضل النحاس باشا انه انشئ الجيش المصري، سمح ان يكون هناك جيش مصري بقى، ومش جيش الاحتلال البريطاني اللي كان بيتولى حفظ الامن في مصر، ولكن جاء جيش مصري حدد ب 10,000
معاهدة مع انجلترا سنه 36 حددت ان لا يزيد عدد القوات المصريه عن 10,000. ما كانش عندي جيش في واقع الامر. دخل حرب فلسطين وانكوى في فلسطين بظروف المحدوده وخرج منها بقوات زايده. انت لو تلاحظي احنا دخلنا الجيش المصري وانا كنت موجود في فلسطين 9 كتائب، يعني بتتكلمي 6,000 7,000 عسكري، وكان فيها المصيبه اللي حصلت دي كلها. لكن بعد كده وحرب فلسطين وبدات ثورة تيجي والكلام ده كله، بدا الجيش المصري يكبر، وبدا لاول مره جيش مصري بيكبر وينمو ويخوض تجارب قتال عن وطنه. انا كان بيهمني ان هنا يبقى في جيش وطني مرتبط بقضايا الوطن. وانا في الجيوش هو ده ساعات بيفسر انه انجازاتنا الكبرى الجيش كان موجود فيها، لكن السياسه لعبت دور اكبر. يعني في السويس انا بعتقد ان السويس انتصار مبين، لكنها انتصار للسياسه والسلاح في عونها. 67 انا بعتقد ان السياسه القوات المسلحه عملت في العشر ايام الاولى معجزه، لكن ده فضل باستمرار الجيش المرتبط بالشعب وبامانه، مش بس جيش المواطنين لكن جيش انشأه الوطن نفسه في مرحلة وعي بالوطنية وبعد انتهاء الخلافات والسلطنات والمماليك وكله. لكن هذا كان جيش جديد عمله الشعب، فأنا مش قلقان منه. وبالتالي عندما يستدعيه أو يستدعى مرتين في 3 سنوات، مرة بعد 25 يناير استدعي من مبارك نفسه يعني بعد مع تنحيه، والمرة الأخرى من المواطنين. لا أنا عايز أختلف معك. لا ما هو لم يستدعى من مبارك، بل يستدعى إلى دوره من مبارك. مبارك استدعى ما تصور أنه جيشه، لكن اكتشف أنه جيش المواطنين. بس هو تنحى، هو قال شوف. أن أنا لا 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 شوفني. وهو ده أنا بعتقد أنه هو ده ما يذكر القوات المسلحة، أن القوات المسلحة وهنا بتقول إيه. القوات المسلحة جت ومن سنة 2010 طرح في المجلس العسكري في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللي طرحه عبد الفتاح السيسي طرح في الاجتماع ماذا لو اذا حل يوليو سنة 2011 وفوجئنا بان المرشح هو وريف نعمل ايه. ثم طلب منا ان الناس هتغضب، ثم طلب من القوات المسلحة ان تتصدى لغضب الناس. ما هو العمل؟ وفي ذلك الوقت 2010 ومبارك موجود اتخذ في المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرار بناء على توصية من السيسي انه الجيش لن يدخل في هذه المعركة لانه هيبقى في هذا بيخون عهده مع القوى الوطنية، وانه مش هيخش مش هتدخل ابسط حاجة منه مش هتدخل. لكن عندما بدت الازمة 25 يناير ومبارك فوجئ وكل الناس فوجئت حقيقة لانه كان جديد في ظاهرة جديدة في طبعا. كل شيء فيها فكل الناس فوجئت. وعندما طلب او لوحة او اللي انت عايزها تقوليه لانه طلب يعني انا ما عنديش إلوجن في هذا، وده طبيعه الامور. طبيعه الامور ان النظام الذي لم يكن يتوقع التغيير هو نسيوا ان انتخابات سنه 2011 كانت خلاص الناس ما كانتش 2010 واللي ظهرت نتائجها اجتمع المجلس في 2011 ولا حاجه يعني. لكن كان باين 10 او اي حاجه، لكن هنا كان باين انه في تزييف لاراده الشعب باكثر مما تحتمله. يعني الشعب احتمل حاجات كتير قوي، لكن عمليه تزييف هذه الانتخابات كانت اكثر قوي من اللازم. بقى في مبررات شرعيه، لكن لما جاء الجيش يدعى طلعت الانفجار ده كله، والجيش جاء قال انا لن اطيع ولن اتصدى. اذا حصل انه الثوره وجد النظام لقى انه درعه لم يعد موجودا، الدرع ده بتاع الشعب. ما تعملش غلطة انك تصور ان الجيش درع لنظام ما، درع للشعب، هذا درع للشعب. لما جاء الدرع ادى وظيفته الطبيعية وقال والله انا لن اقاتل، مش هعملش مش شغلي، اعمله بالبوليس اللي هو تابع دايما باستمرار. القوات المسلحة مرتبطة بسلامة الدولة وامنها، وامنها سلامتها. الامن الداخلي مربوط بالبوليس. والجيش كان وجهه نظر والله اذا كنتوا قادرين البوليس عندكم. لكن وقتها انهارت الشرطه لانه كويس انهارت الشرطه، لكن الجيش رفض. ساعه ما الجيش رفض ان يحمي الباقي تداعى النظام.
فهنا ما تقوليش بقصد ما اقولش انه والله لكنه تسلم السلطة بناء على تنحي مبارك تسلم السلطة رد الأمور لأسبابها. مبارك لم يتنحى إلا وقد أدرك أن الجيش ليس في جانبه، بمعنى أنه هذه أداته النهائية، أداته النهائية أدرك أنها ليست في يده وليست تحت قراره وتغير الموقف. فهنا أنت قدام قوات مسلحة أولا تغيرت، ما هيش طبيعة ما اللي بنعرفه، العصور تغيرت. أنا أجيب لك معايا هنا، عاوزك تشوفي إزاي إلى أي مدى إحنا قاعدين بنتكلم في كلام بنقوله، وتشوفي جامعة هارفارد بتصرف إزاي. اللو سكول في هارفارد، مدرسة القانون أو كلية القانون في هارفارد، قاعدة تشتغل في هذا الموضوع. وأنا قدامي مثلا سبيل مثال ثلاث أبحاث، وعايز أقول لك إن أنا ما بذكرش دخول الجيش في السياسة، لكن عايز أقول إن أنا لست متخوفا عند الأزمات الكبرى من أن القوات المسلحة الوطنية تبقى هي ملاذ أخير الشعب يستند إليه لكي يعطي نفسه بريدينج سبيس ليتخذ قراره في شأن المستقبل. خدي أول واحد، هل ممكن تتصوري في هارفارد أستاذ في هارفارد بيكتب دي ديموكراتيك كوديتا، الانقلاب الديمقراطي إزاي؟ هو لكن هو هنا الأستاذ اللي كتب البحث ده في هارفارد بيقول انه لابد ان نغير نظرتنا الى الجيوش في العالم الثالث خصوصا، وانه حيث لم تنشأ وتقوى مؤسسات فهناك دور موجود للقوات المسلحة ولا ينبغي ان نخطئ. ادي واحدة تانية عنوانها مثلا على سبيل المثال The military as the guardians or the guardian of constitutional democracy، الجيش كحارس للديمقراطية الدستورية. انا العالم كله بدأ يفكر، والغريبة قوي ان الابحاث دي كلها جزء كبير جدا من الابحاث مستند على ايه؟ مستند على تجربة البرتغال في الثورة القرمزية زي ما بيقولوا، ومستند على التجربة المصرية الاولى في 2011 على تجربة 25 يناير. لكن تجربة 30 يونيو ايضا كانت فارقة، لان هنا الشعب استدعى الجيش، مش بس الشعب استدعى الجيش. اظن ان القوات المسلحة ادركت ايضا انها خدعت لما لقيت الشعب بيستدعيها. هي يعني عارفة ايه؟ لانه انت تفتكري انه حتى الفريق السيسي جاء مرة فكر واعلن انه هيعمل دعوة للقوى الوطنية كي تجلس وترى، لانه الجيش الذي سمح للاخوان المسلمين يدخلوا او الذي كان موجودا ولم يعترض ساب العملية تفوت، ادرك انه والله اللي جه بعد هذه الثورة العظيمة حدث خطأ في ترتيب نتائجه، وانه بشكل ما يتحمل جزء من هذا الخطأ وان عليه ان يصحح. وجاء اول حاجة شفناها انه نادوا كل القوى الوطنية بما فيها الاخوان، من فضلكم تعالوا شوفوا ايه، راحوا للرئيس مرسي من فضلك الموقف تغير واحنا اللي حصل لم يكن متوافقا مع اهداف ثورة 25 يناير، ونرجوك انت تشرف على انتخابات رئاسية مبكرة، ورفض. فانت قدام جيش وجد انه واحد خد الموقف الصحيح في 25 يناير، وهو انه فتح الباب للتقدم، تقدم الثورة. وبعدين تقدم الثورة ما كان قبل الثورة كان طاغي الى درجة فظيعة جدا وضمنه الاخوان المسلمين، والاخوان المسلمين في ظروف دولية معينة بما فيها احتياج الامريكان الى عنصر ديني دخلوا أيدوا وإذا ورتبوا، فإذا بالإخوان ينزلقوا إلى السلطة في هذه الظروف، وبدأ كل الناس تحس أنه في خطأ ما حدث في مسار 25 يناير، وأنه هذا ينبغي أن يصحح. وبدأ كل الناس، فالجيش في المرة الأولى فتح الطريق وإذا به خطأ، في هناك في خطأ ما، وفي المرة الثانية خرج واحد بدأ يحس بالأزمة، لغاية ما الناس خرجوا في 30 يناير وقطعوا بأنه هذا ليس ما كانوا يريدونه من 25 يناير. وبالتالي أنا بعتبر أنه 25 يناير أصل 30 يونيو لتصحيح ما جرى، خطأ ما جرى في سياق هذا الأصل. لكن في 2014 كيف ترى دور القوات المسلحة في 2014؟ أنا بعتقد أنه ولفترة، مش بس 2014، ولفترة قادمة. أنا بتصور أن القوات المسلحة مطالبة بأنها تعمل تؤدي الدور المطلوب، لأنه الفترة الجاية أنت عندك طموح. إيه هو الدور المطلوب؟ عندك حاول لك حل، عندك طموحات كبرى
عندك فوضى زائدة وتريدي أن ترتبي أمورك بحيث تستطيعي سنة 2014 أن تتقدمي إلى مستقبل تستطيعي أن ترى آفاقه. فأنت قدامك القوات المسلحة قدامها في هذه اللحظة، أنا الوسيلة ممكن حد ناس يتكلموا فيها، لكن بالدرجة الأولى القوات المسلحة مطالبة أن تنتظر لغاية ما يستطيع الشعب، منتظر تنتظر في حماية هذا الشعب وأن تحميه بكل وسائل حتى يحزم أمره وسط الفوضى، لأنه حالة الفوضى أنتجت أشياء كتير جدا في قلة ثقة، جزء كبير جدا من أشياء في الحالة المدنية. واحد عناصر، هل طبيعي أن أنا أنظر حولي فلا أجد من أستطيع أن أطمئن إليه في الحالة المدنية؟ قدامي ناس حسن النوايا، لكن ما هي قدرته؟ أنا تعالي قولي لي أي حزب أرتكن إليه، إذا أنا مش عاوز أخش في الأحزاب واحدة واحدة، لكن ليس هناك في الأحزاب من هو قادر هذه اللحظة على تحمل مسؤوليات، مسؤولية المستقبل، مسؤولية تنظيم الفوضى وفتح الطريق إلى مستقبل سنة 2014، ما عنديش. لكن هنا القوات المسلحة مواجهة بأمرين أو بخطرين، خطر أول داخلي هي هذه الأصوات التي تخرج بين الحين والآخر وتقول الجملة، جملة يسقط حكم العصر. شوفي أنا بعد الخطر الثاني الخارجي، بعد إذن حضرتك، الخطر الثاني الخارجي وهم يتحدثون عن الانقلاب العسكري والحكومة المدعومة من الميليتري أو من أنا بعتقد، شوفي أنا بعتقد أنه هذا كله جزء من حاجة أساسية حصلت عندنا، وهو أننا لأنه كل ثقافتنا حصل لها، ثقافتنا السياسية حصل لها تدمير بشر. شوفي النظام الثوري جاء فنحيت ما كان قبله، نظام السادات جاء فألغى نظام عبد الناصر، أنور السادات جاء ساب الكل يختلط، حسني مبارك جاء ساب الكل يختلط ببعضه. وده الفرق بين الحقيقة يعني بين معنى الحكم الشخصي والحكم الفردي. الحكم الشخصي إنه الأهواء ومزاج رجل يتغلب وهو بنفسه لوحده كده. الحكم الفردي ممكن يبقى أنا مستعد أقبل يبقى فيه حاكم فردي، وده موجود في كل حتة في الدنيا في الزعامة، لكن يبقى هذا بيعبر عن شيء، بيعبر عن توافق في قراره، هو بيصدر القرار لكن بيعبر عن شيء، بيعبر عن قوة حقيقية. لكن احنا اللي حصل عندنا اللي انت بتقولي ده كله مناشئ بالدرجة الأولى، واحد من انكسار استمرار الثقافة السياسية الوطنية، نمرة اثنين من شكوك متبادلة كتير قوي، نمرة ثلاثة من انطباعات لما بتغيب الثقافة الأصيلة بيبدو أنه المستعار والمسموع بيتقال لنا حكم العسكر عشان أمريكا اللاتينية. وأنا عاوز أعرف لو أنت تقصيتي حكم العسكر تلاقيه وردة في سياق حملة الأحزاب الشيوعية والإخوان المسلمين على نظام عبد الناصر أثناء محاولة هدمه. لكن انا هذا شعار انا بعتقد انه شعار مشوب، لكن عايز اقول لك حاجه، انا بعذر ناس كتير قوي لما يستعملوه لانه بالسطحيه انا عارفه ايه في مشكله كبيره جدا، وهو انه السياسه المصريه غابت عنها ثقافه التجربه، غابت عنها ثقافه التراكم. كل ما يصنع اي امه في النهايه هو التراكم، ثقافه الخبره والثقافة، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، الثقافة هي المعارف وهي الخبرات واجتماع الاثنين المعارف والخبرة. فانت وده اللي يبقى في ذاكرتك وان نسيت الاصول. انت عندك الثقافة، انت لما تقولي لي هل مصادفة انت جريف، انا مش لاقي طه حسين واحد في هذا العصر، مش لاقي توفيق الحكيم واحد، مش لاقي علي عبد الرزاق، مش لاقي مصطفى عبد الرزاق، مش لاقي محمد عبده. انا في حصل في عدم تراكم، ده كله ناشئ من ايه؟ ناشئ من انه كان في تراكم في مرحله ما، بمعنى انه طه حسين ومصطفى عبد الرازق وعلي عبد الرازق وغيرهم وشيخ المراغي كانوا تلامذه الامام محمد عبده، تلامذه فكره امام مستنير، ما لا ينقطع عن الجذور الاسلاميه للثقافه، ولكنه يستطيع ان يرى العصر ولا يرى مجالا للتصادم بالاثنين. لانه اذا خدتي كلام حد مثلا زي الائمه اللي قالوا حيثما تكون مصلحه الناس فهناك شرع الله، الامام الشطبي، حيثما تكون مصلحه الناس فهناك شرع الله، انت انكسرت ثقافه التجربه، انكسرت المعرفه، تعليم مستواه تاثر، بقيتي
ثقافه الجايه كلها من افلام السينما التجاريه مع التلفزيون اللي كان موجود للأسف. مع الاسف الشديد. فانت حد يقول على عسكر على اسقط حضرتك من العسكر، مش هو كده. انا مش عايز عسكر في السياسه عشان ابقى واضح، يعني مش عايز عسكري، عاوز جيش يقوم بواجبه الوطني وعند اللزوم مستعد اقبله جدا كطرف في السياسه عندما تسقط امام البدائل. هنا يطرح اهم سؤال في 2014 هو سؤال السيسي، وانا هقف هنا سؤال شديد التعقيد. هذا هو السؤال ربما الاهم الف لام الاهم في بدايه 2014، وهو الفريق اول عبد الفتاح السيسي. بعد الفاصل.